الاحزاب الفالته بعد ما نريد هاي الحكومه ما نريدها، هاي الحكومه فاسده، هاي الاحزاب فاسده، هاي الاحزاب بعد ما نريدها، حكم معممين ما نريد، حكم دجالين ما نريد، نريد حكومه عادله، المعممين ما يريدون يحكموا لنا بعد، الاحزاب ما نريدها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابوش وين؟ من ابوش انتي؟ ايه كسر ابوها ابوش عندك؟ ها؟ كسر ابوش ماكو من يمس؟ ايش كسر اشاف ابوش؟ هواي ايش قد يعني؟ هواي هواي ابوش ابوش؟ ايه ايش طلعوا بابا؟ ايه اردين انتي؟ طلعون بابا مين؟ نسيت أبوك وين؟ مسجد. أبوك مسجين؟ أنت شدي طلعوا بابا؟ بابا تحبه؟ خلا إحنا ما طالبين من هالدولة غير بس العفو. أولادنا خذوها كل انتزاع بالقوة والتعذيب أشكال الوان غصبا عليك واللي مسوى هاي ومسوى هاي وظلمونا ظالم تاهيل بتاهيل. الله وكيلك هسه احنا كل شيء ماري بس كلمة العفو يعطوناها والله مصرف ما عدنا نمشي ليهم. الله وكيلك والحسين كفيلك. انا من الناس بس هالواحد املك بس هذا ورب العالمين الواحد. عندي واحد سقط نص الليل وربع الليل هذول فيه بالمستشفى كفيلك ابو فاضل وهاي وفاة ابو الزهرة بس هالواحد املك مصرف ما عندي امشي فيه وشيابه اثنين عندي واحد عمى وواحد مقرب والله اروح منا وارد منا ما اريد من الدوله بس وليدي هالكلمه هاي كلمه العفو للشباب كلها الرايحين باطل بباطل هاي والسلام عليكم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت المظاهرات في محافظة الديوانية مطالبة بحقوقها المشروعة، وهي مظاهرات سلمية. رسالة واضحة، مظاهراتنا في محافظة الديوانية تحمل الأعلام والرايات والشعارات فقط، ولهذه التظاهرات مطالب، وأهم المطالب وأولها هو التحقيق الصحيح في دم الدماء التي سقطت في المظاهرات السابقة، الدماء من الشهداء والجرحى، وغير التحقيق الذي أجرته الحكومة المركزية في بغداد، حيث قامت الحكومة بأقالة مدراء شرطة محافظات التي خرجت فيها المظاهرات، وهذه الإجراءات هي غير كافية وغير دقيقة، لأن هناك أشخاص غير معلومين لا تفصح عنهم الحكومة في بغداد، الأشخاص الذين استخدموا القناص وقتل المتظاهرين. وهناك مطالب تطلبها الجماهير ولا تتراجع عنها. أولاً، تخفيض الرواتب التقاعدية التي تشمل الحكومة المركزية، الرئاسات الثلاثة والبرلمان، تخفيض الرواتب بحيث تكون منصفة للحكومة من الرئاسات الثلاثة والمدراء العامين ومجلس النواب ومجالس المحافظات، يجب أن تلغى. ونطالب بالحكومة المركزية بحيث يكون لكل محافظة شخص واحد يقود المحافظة هو المحافظ، ولا نحتاج إلى تعدد الأعضاء. نطالب بإلغاء الضرائب المفروضة على الشعب العراقي الفقير الذي لا يملك القوت من حيث سائق السيارة التي تفرض عليه الضرائب. وهناك أمور أخرى تطلبها الجماهير المتظاهرة، منها تحسين مستوى التعليم بالعراق، حيث كان في الزمن السابق مستوى التعليم أفضل من الوقت الحالي، بحيث دمر التعليم وأصبحت دوامات في المدارس ثلاثية والثنائية، وغيرت المناهج حيث تكون المناهج غير مناسبة للمراحل الدراسية، التي إضافة إلى موضوع الصحة في العراق، يعني متردي موضوع الصحة من حيث المستشفيات قديمة ولا بنيت مستشفيات جديدة. ويطلب الشعب وكما تسمعون بحقوقهم من النفط، بحيث يشملون بالبترو دولار وهو كافي لكل فرد، بحيث حسب بعض الخبراء القانونيين إن كل فرد يستلم في الشهر الواحد، الفرد الواحد 350 ألف دينار حقه من النفط. وللشعب العراقي حقوق كثيرة أهملتها الحكومة، كثيرة منها المطالب الاقتصادية، بحيث عطلت المصانع في العراق وألغيت حقوق الشباب، وهي الشريحة المهمة. الشباب في العراق ليست لهم من يعينهم حيث يكمل الدراسة ويقعد في البيت، لا يحصل على أي وسيلة لا من التعيين ولا فرصة عمل. ونطالب الحكومة مطلب رئيسي، أنه تنظر الحكومة للناس المحاضرين، هل يقبل شخص من الحكومة أن ابن أحد هذه الأعضاء مثلا في النواب أو الرئاسات الثلاثة ابنه يداوم 3 سنوات 4 بدون راتب، يعني مقارنة بالمحاضرين في المدارس وهم أبذلوا أكثر من 3 سنوات إلى 4 5 سنوات بدون راتب، جهد لا توفر لهم الحكومة أبسط الأمور العيش. ونطالب الحكومة الاهتمام بهم.
احنا بالتجاوز. اجوا بلغونا قالوا شيلون منا متجاوز، اعطونا اوراق وجون تحضرون. وقفونا، وقفوا نسوان، بس احنا ما شلنا، طلعنا بكفايل. اجار لا نقدر ناجر، وظلين يعني متبهدلين في هالنوع، لا راتب لا اكل لا عاد شنو. هسه حيلكم جنايات انتم التجاوز. قطعه ارض ما مستلمين بالعراق احنا لحد الان، من احمد حسن البكير ولحد الان قطعه ارض ما مستلمين. نطالب احنا، نطالب حقوقنا، نطالب بالحقوق. مو بس انا التجاوز، كلها هواي كلها ما عدها. يعني حتى هاي الناس اللي عاشه على جدوى، يعني عنده 5 أطفال 6 أطفال يطلع جد بالشارع. العراق هذا زنقين، العراق ازيد الدول كلها، يعني بس الحراميه تاكل بيه. واحنا ولد العراق، ولد العراق، احنا ظلنا ندور حسنات. ليش ما يخافون الله؟ ليش ما عندكم ضمير؟ دمرتونا دمار، مصيتونا مصلحية. ليش هاي يطلع مظاهرة إسلامية تقتلونا؟ شو شنو؟عمي هاي الشباب تطلع هسه، شوف هسه الاغلبيه الشباب كفيلك العباس، كل شباب مستفاده، وذاك الجوع وذاك طالع من الجوحة. كفيلك الحسين، هاي شوف هاي طالعه، ماكو واحد طالع متباطن. كفيلك الحسين كله جوعانه، ماكو. الشباب هاي شوفها، لا شغل ولا عمل، نهر كله نايمه ببيوته، لا تعيينات لا راتب لا شيء. لا هسه وعدونا، وعدوا بالجيش، وعدوا بالكهرباء، وعدوا بالداخليه، وعدوا كله كله كذب. كفيلكم الحسين كلها متوقفه، ما يعني هسه شنو موجود بالعراق؟ اعطيني شيء موجود، يعني غير صالح للعيش. الله وكيلكم كل شيء ماكو. ويطلع لك هم هنا مصفحاتهم وهم ورواتبهم وهم. كفيلك الحسين تقول لك شنو هذا؟ وهاي الناس هنا كثرت مظاهراتها قدامك، كلها شباب عمر الورد، كلها طلاب وش اسمه وهاي. الله كله كان هناك كله تكتله، وما حد جاهم وما حد وصلهم، ما كلهم حتى حقوق مالهم. كفيلكم الحسين. لقد خرج هؤلاء الشباب، وهذه الشباب هي ثورة، ثورة العراق أجمع. احنا نريد نسولف عن محافظة الديوانية. محافظة الديوانية من 2003 ونحن الآن في 2019 وراح ندخل بال 2020. محافظة الديوانية لا يوجد فيها أي خدمات، لا بها ماي لا بها كهرباء، شباب عاطل عن العمل، صحة ماكو، جسور ماكو. الديوانية مظلومة من دون المحافظات العراقية، شباب كله عاطل العمل، خريجين ماكو، تعيينات كل شيء ماكو. شاب يريد يفتح له فرصة مال عمل، جمبر مال جقاير ما عنده فلوس. يا العراقيين يا عادل عبد المهدي تسمعني، ألف شاب عراقي ما عنده بجيبه، المسطر ما بي شغل، مشاريع ماكو، كل شيء ماكو.
مليارات طبت الديوانيه كلن باقيت، باقيت الاحزاب. الله وكيلكم العباس كفيلكم، كل من وحزبه. تعيينات ماك شاب يريد يتزوج، ما عنده فرصه عمل. يعني شلون الشاب يمشي يروح يبوق يسلم؟ وين المحافظ؟ انا صار مواليد 78، انا ابن الديوانيه وابن الشلبيه، المحافظ ما اعرفه، كل شيء ما اعرف من عنده. يوميه يغيرون لنا فلان ويجيبون لنا فلان، غيره من هذا المنصب ورد ابوه، احنا كل شيء ما مستفادين. احنا نطالب اسقاط البرلمان واسقاط اعضاء مجلس محافظات وتحويل النظام من برلماني الى رئاسي. شباب بسم الله الرحمن الرحيم. اكو مثل شعبي يقول يقتل القتيل ويمشي بجنازته، ها هو حال حكومتنا العراقيه الموقره. بالنسبه للبترول هم باقوا كلهم وتقسموا بيناتهم ويدعون للمظاهرات. يعني اردفتهم البترول من باقي الى انتم من باب تبوقون البترول، من باب طلعوا المظاهرات ويانا. شنو هاي الازدواجيه يا احزابنا؟ ما تقول لي شنو هاي الازدواجيه؟ ادفتهم البترول من باقي 16 سنه تنهبون بخيراتنا، البترول من باقي احمد ام اللبن لو حسنا ملص، بس اردفتهم يا اخوان. ما يصير هيك، 16 سنه تنهبون بخيراتنا، تنهبون بخيراتنا تودونها المصارف ايران، بنوك ايران انترست، بنوك سويسرا انترست، بنوك لندن انترست، بنوك امريكا انترست. ما تقول لي شنو هاي يا حكومتنا؟ شنو هالضحك هذا على الذقون؟ شنو هالاصلاحات هاي الترقيعيه؟ والله ما يصير تضحكون على الشعب، ترى الشعب هذا انظلم، والله العظيم انظلم. تحجون على نظام صدام حسين، والله العظيم نظام صدام حسين اشرف من عندكم. نظام صدام حسين اقلها العراقيه ما انسبت ولا طائفيه. انا كنت بال 2001 اداوم بجيش صدام حسين، والله ماكو طائفيه، شيعه وسنه ومسيح وكرد، كل احنا اخوان. ابن الرمادي كان يداوم بالعماره، وابن العماره يداوم بتكريت. شنو هاي يا حكومتنا؟ والله ما يصير هيك. خدمات ماكو 16 سنه، كل سنه تقولون ميزانيه انفجاريه، الانفجاريه وينها؟ شو يريد الشعب المسكين هو؟ بس قولوا لي شو يريد؟ هاي كل الشباب طالعه تدور خدمات، عمي انا ولا كل الشباب مو طلابين مناصب، ناس بسطاء عزل عن السلاح، ما يصير هيك. طالعين طالب خدمات، افقر دوله نروح لافريقيا هسه، دوله فقيره تلقي بها خدمات، شو رايد المواطن؟ رايد مي، رايد كهرباء، تعيينات الخريجين، انا رجال خلفه ما سيراميك اشتغل، يومين يتلقاني واحد يقول طلعني وياك للشغل. خلفه مال سيراميك يجي خريج اداره واقتصاد، خريج تربيه يطلع وياي يشيل طاسه، العمل مو عيب، بس هذا يا اخي مو مكاني، هذا مو مكاني. ما يصير هيك، بدعو الشعب العراقي باسم هذا المنبر ان يخرج كله ونتوحد شيعه وسنه، ولا حكومه بعد، اصلاحات ترقيعيه ما نريد، والشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تظاهرات 25 اكتوبر هي تظاهرات شبابيه جاءت عن نهضه الانترنت وثورة ما يسمونها بجيل البوبجي وغيره، وكما أطلق عليه التسميات المعيبة. اليوم نحن نطالب بإسقاط النظام وتشكيل حكومة مؤقتة، هذا المطلب المتفق عليه جميعا. اليوم التظاهرات لا يوجد لها قائد، هاي نقطة أساسية، ولا توجد لها تنسيقيات، ولا من ينصبون نفسهم ليتفاوضون مع زمرة الفساد والأحزاب. وكذلك النقطة المهمة والأهم هي إسقاط الأحزاب والإسلام السياسي الذي عبث بالبلاد، الذي دمر البلاد،
الذي جعل الشاب في حسرة أن على قوت يومه، أن يبحث على فرصة عمل ولن يحصل عليها. هذه كلها متطلبات. نحن خرجنا من تلك المطالبات البسيطة أن نجد بنية تحتية وغيرها. نحن نطالب بإسقاط نظام وإسقاط الأحزاب وإسقاط أسلوب المحاصصة الطائفية التي دمرت شبابنا. نسأل الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال والصبر لذويهم ومحبيهم، وهذا أحدا منا. لن نتراجع إلا أن تتحقق جميع مطالبنا. ناشد الخيرين والأحرار من العراقيين بتغيير النظام إلى نظام رئيسي. نحن شريحة أسرى حرب الخليج. الدفاع عن الوطن واجب شرعي، وحب الوطن من الإيمان، والحقوق تعطى لمن دافع عن الوطن وليس لمن خذل الوطن. الدولة أعطت للباقي لورزلي وللحرق الأسواق المركزية وسبب المقابر الجماعية بال91 هم ذولا. نطالب بحقنا وكتابنا يا معادل عبد المهدي. صار 3 أشهر ما يتوقع لا خدمات. العراق تأذى بسببكم انتم. اذا اجمعكم 600 واحد ما بيكم. دمرتوا لكم شعب 32 مليون. خافوا من الله، واذا عشائركم ما تردكم احنا راح نردكم. الحذر الحذر. اخر نداء لكم من الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. هاي الدولة فاسدة، كفيكم العباس ابو فاضل. دمرت الشباب، لا شغل لا عمل، دمرت هاي الشباب الاف من المياه. كفيكم العباس ابو فاضل، دمرنا دمار. اثر الشغل عمل ماكو، قاعدين ماكو. تشوف اساتري عم دمرنا، مشي عليكم الاحسان. تشوفون اشركم انتم ويران، شنو عم هيك؟ ماكو والله بلد هيك. يعني نريد وطن، احنا نريد نحس بوطن، نريد بس وطن. هسه ما نريد منكم اي شيء، وطن بس وطن. انا على موهج دوله جايبه، انا على موهج دوله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء الديوانية، اليوم خرجت الديوانية بأبنائها وعشائرها وشيوخها وشبابها لإيصال صوت الحق، صوت الإصلاح، المطالبة بحقوقهم، المطالبة بأبسط الحقوق وهي العيش والحرية برفاهية وأمان. اليوم الناشد الحكومات والرئاسات الثلاثة على تقديم رؤوس الفساد، لأن عندنا مثل قائل الأحزاب الفاسدة تنشئ حكومات فاسدة، تنشئ حكومات فاسدة. واليوم أثبتت حكومة عادل عبد المهدي فشلها الذريع، الذريع لا خدمات لا توفير أمان. اليوم خلصنا من داعش، المفروض محاربة الفساد. اليوم عادل سيد عادل عبد المهدي أمام مفترق طرق، أما يحارب الفساد بعناصره، بعناصره الأساسية، وأما يستقيل من الحكومة فلا يقدم الذرائع والحلول، لا يقدم لنا الذرائع والحلول، ولا يعطي سقوف زمنية وهمية يعني لإداء شيء يعني مو مرضي للشعب.
اليوم الظاهر كل الشعب، اليوم فئات المحافظات بأجمعها الظاهرة تنادي بهذا الإصلاح، تنادي بهذا التغيير، تنادي بالفساد، تغيير الفساد. هاي طاقات شباب هائلة كلها عاطلة عن العمل، خريجين يعني خريج عنده شهادات ماجستير يطلع عماله يشتغل عماله أو عنده بسطية، هذا ظلم. وين الشعب؟ العراق غني ما محتاج. وين ذول أهل العقود المتسلطين؟ وين الأحزاب المتنفذة؟ وينها؟ وين إصلاحاتها؟ وين برامجها اللي طتنيها اللي انتخبنا عليه أجلها؟ فعليه هذه الأحزاب فاشلة، فعليه هذه الأحزاب الفاشلة. وين ناشد رئيس الجمهورية بإعلان حكومة الطوارئ وحل حل البرلمان وحل رئيسه وإعلان على انتخابات جديدة ومبكرة وإنشاء حكومة جديدة تنهض بطاقات الشعب وتخلصنا من هذا الواقع الأليم. هاي المظاهرات أكثر من ذيك. لا تقدر هاي. احنا اليوم هذا اليوم 25 من الشهر طلعنا احنا الشباب، كل الشباب شباب الديوانية طلعنا للظاهر حتى نسقط هاي الحكومة. مطلبنا الوحيد هو اسقاط هذه الحكومة الفاسدة. لا تعيينات، لا خدمات، لا كل شيء. بعد احنا كل شيء ما نريد، لا تعيينات ولا كهرباء ولا ما ولا اي خدمات. نريد اسقاط هاي الحكومة وتحويلها من نظام برلماني الى نظام رئاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت هذه الجموع من قضاء الدغار المطالبة بحقوقها المسلوبة منذ 2003 ومساندة التظاهرات التي دعت إليها مرجعيتهم الرشيدة، ومن المطالب الذي نطالب بها منذ 2003 وصدحت ألسنتنا بها هي إلغاء المجالس المحافظة والعمل بالتعيين الاتحادي، تفعيل نظام البترودولار، إلغاء المحاصصة. خرجت جماهير اهالي الديوانيه، خصوصا احنا جينا من قضاء الدغاره، جينا اليوم نتظاهر او اول شيء نطالب حقوقنا. اضافه نريد تعديل الدستور، الفقره الاولى والاخيره اهم شيء نريد تعديل الدستور. ثاني شيء الغاء مجالس المحافظات، الغاء الامتيازات اللي موجوده عند مجالس النواب، مجالس المحافظات، وشكو شيء بالوكاله وكلهم. الغاء قانون رفحه. جينا اليوم نطالب بالخدمات، التعيينات للشباب، يعني كل شيء. ماكو شيء اليوم الحمد لله وشكر احنا المحسوبين المنسوبين نقضي عليهم. تعيين خريجين اليوم كاهالي الديوانيه جينا ان شاء الله صامدين، وراح نظل صامدين ان شاء الله وبعون الله حتى نحقق اخر مطلب من مطالبنا. ومحققاتها هاي عراقيه. النعيم. هذا كارت احمر لكل الاحزاب، هذا كارت احمر للحكومات المحاصصه، هذا كارت احمر لكل فاسد. كافي، نريد العراق، ما نريد فلوسكم، ما ندور رواتب احنا، نريد العراق. بكتونا صاركم 16 سنه، نريد العراق. عم نريد العراق، رجعوا لنا العراق. كافي،
نطالب تغيير النظام. اقاله الحكومه يا الشعب العراقي مو حق التجارب. ما اريد اريد اسقاط النظام. نعم اسقاط النظام. نعم 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 ارجعوا من حيث اتيتم، لا حاجة لنا بكم. ارجعوا ارجعوا فاسدين كلكم. هذا كارت الاحمر شفتوه له؟ لا هذا كارت احمر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لوكالتكم الكريمة. انطلقت مظاهرات 25/10، وإلا هي مو مظاهرات، ثورة إن شاء الله، ثورة لإسقاط الظلم، لإسقاط النظام، لإظهار الحق، للقضاء على الفساد. تعبنا يا أخي، والله تعبنا، والله ملينا. إحنا خريجين، صارنا 4 سنين خريجين. كيف لك الحسين؟ لا محاضر يخلوك، لا مدرسة يقبلوك، كله واسطات، تدمرنا. كيف لك الله سحنا بدينا نكروة وجاينا هنا المظاهرات؟ إلى متى هيك؟ تعبنا يا حكومتنا، وين راح النفط؟ وين راح الفلوسنا؟ وين راح العراق؟ نريد وطن، بس وطن نريد. خلونا نحس بوطن، والحسين تعبنا. الله ينتقم منكم جاهل حسين، وإن شاء الله ما نروح منا إذا ما سقط هذا النظام الباطل. لك حجي Thank you.